الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. درسنا لهذا اليوم التمثيل بالأعمدة. فكرة الدرس: أنشئ تمثيلا بالأعمدة والآخر بالأعمدة المزدوجة وأفسرها. نلاحظ مفردات عندنا لهذا اليوم: التمثيل بالأعمدة والتمثيل بالأعمدة المزدوجة. ماذا يقصد بالتمثيل بالأعمدة؟ هي طريقة رسم، أو هي طريقة لتنظيم البيانات تستعمل فيها الأعمدة لعرض عناصر في كل مجموعة. لاحظي معي في فقرة استعد، لاحظي أنه بعض الحيوانات المفضلة لدى الطلاب في حديقة الحيوان. لدينا الزواحف يفضلها 10 طلاب، الأسود والنمور 9 طلاب، الطيور 8 طلاب، القرود 5 طلاب، والغزلان 15 طالبا. لاحظي هذا الرسم البياني يوضح البيانات الموجودة في الجدول. لاحظي رسمنا خط أفقي وخط رأسي. الخط الأفقي يتكون في عدد الطلاب، والخط الرأسي فيه الزواحف والأسود والنمور والطيور والقرود والغزلان. لاحظي نسمى الجدول الحيوانات المفضلة، نضع عنوان، نرسم الأعمدة بحسب الأطوال المحددة. نلاحظ، لاحظي معي يا صغيرتي، الآن نحن لدينا يوجد 10 طلاب يفضلون الزواحف. لاحظ الزواحف، وهنا 10 طلاب بهذا الشكل. لاحظ العمود توقف هنا. هيا بنا نطبق مثال. تأكد 1، أو عفوا تدرب 12. يبين الجدول أثناء تكرار بعض المفردات في كتاب التربية الاجتماعية. المفردة جبل تكررت 96 مرة، والمفردة بحر تكررت 82 مرة، مفردة نهر تكررت 43 مرة، ومفردة ساحل تكررت 25 مرة، مفردة تل تكررت 20 مرة. نريد الآن أن نمثل البيانات بالأعمدة البيانية. لاحظي، شكلنا رسم بياني الرأسي منه هو عبارة عن العدد، والأفقي هو عبارة عن المفردات. لاحظي معي، نلاحظ الترقيم هنا أو الأعداد هنا عبارة عن 96، 82، 43، 25، 20. سوف نأخذ فئات أو فترات عددية متساوية في خانة الأعداد أو في العمود في الخط الرأسي. نلاحظ أن كلمة جبل تكررت 96 مرة. سوف نقوم بتمثيل المفردة 96 مرة بهذا الشكل. نأخذ عمود، لاحظي ليس بالمئة، أقل بالمئة من القليل، أقل من المئة بقليل، 96. طيب، مفردة بحر 82، 82 أكثر من 80 بقليل بهذا الشكل. مفردة نهر تكررت 43 مرة، إذا نقول أكبر من 43 بقليل. ساحل تكررت 25 مرة، ومفردة تل تكررت 20 مرة بالضبط، هنا 20 مرة. واضح؟ نحن الآن قمنا بتمثيل البيانات الموجودة في الجدول بتمثيل بياني. بقي علينا أن نسميه سوف نسميه تكرار المفردات الجغرافية. واضح؟ تعالي معي للأعمدة المزدوجة. ماذا يقصد بالأعمدة المزدوجة؟ التمثيل بالأعمدة المزدوجة لعرض مجموعتين من البيانات حول موضوع واحد، ويمكن الاستفادة من التمثيل بالأعمدة المزدوجة للتوصيل
للتوصل إلى استنتاجات حول البيانات. لابد أن نتذكر أنه يجب أن يتضمن التمثيل بالأعمدة المزدوجة مفتاحاً يبين ما يمثله كل عمود. لاحظي معي هنا الجدول الأمامنا يبين عدد المذاقات أو أصوات الطلاب الذي يفضلون المذاقات في الحليب: شوكولاتة وفراولة وفانيليا وتوت ومانجو. قمنا برسم هذه البيانات ووزعنا وسمينا الرسم البياني، ولكن لابد أن ننتبه لوجود ماذا؟ لوجود المفتاح. لاحظي الأخضر يدل على طلاب الصف الخامس الابتدائي، والأزرق يدل على طلاب الصف السادس الابتدائي. نريد أن نسأل بعض الأسئلة ونجيب عليها. لاحظي أو بعض الاستنتاجات: المذاق الذي حصل على عدد أكبر من أصوات الطلاب في الصف الخامس، نلاحظ الصف الخامس يعني اللون الأخضر، لاحظي أنه هو عبارة عن الشوكولاتة. يفضل أكثر طلاب الصف الخامس مذاق الحليب بالشوكولاتة. الفرق بين أصوات طلاب الصف الخامس يساوي 42، شوفي هنا أكثر قيمة 42 و 12 التي هي أقل قيمة، نقول الفرق بينهما 30 صوت. وهكذا استنتجنا بعض الاستنتاجات من خلال رسم البيان المزدوج. هيا بنا نحل بعض الأسئلة. سؤال 4: ما الاسم الذي حصل على أكبر؟ في سؤال 4 يبين الجدول المجاور نتائج تصويت طلاب أعمارهم 10 و 11 سنة لاختيار اسم النادي الذي سينضمون إليه. لاحظي أن في الجدول البياني أو في الرسم البياني يوجد مفتاح الحل: 10 سنوات لونهم أخضر، 11 سنة لونهم أحمر. هيا بنا نبدأ. ما الاسم الذي حصل على أكبر عدد من أصوات الطلاب في السن العاشرة؟ لاحظي السن العاشرة يعني اللون الأخضر، أكثر عدد اللي هو العلمي، إذا نقول العلمي. واضح؟ ما الاسم الذي حصل على أكبر عدد من أصوات الطلاب في السن 11؟ نلاحظ هنا اللي هو أيضا العلمي. السؤال الذي بعد يلي: ما الاسم الذي حصل على أقل عدد من مجموع الأصوات؟ لاحظي أقل عدد من مجموع الأصوات اللي هو الكشافة. واضح؟ انتهينا درسنا يا صغيراتي، تعرفنا فيه على التمثيل بالأعمدة وكيف يمكن أن نفسر نتائج هذا التمثيل. إلى اللقاء في درس جديد.